حالة من عدم الاستقرار الجوي تترافق مع عدة ظواهر جوية منها الأمطار والغبار والثلوج. التفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذا بدأت المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات نهار اليوم السبت، هي ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية فوق الأراضي المصرية، عملت على نشوء أحوال جوية غير مستقرة. بدأت هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الشمالية الغربية، تحديدا منطقة تبوك، على شكل انتشار لكمية من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، تخللها بعض الغيوم الركامية الرعدية سرعان ما ستنتشر وتتسع رقعة تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي سريعا، لتشمل عموما المنطقة الشمالية، أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى، وحتى أجزاء من المنطقة الغربية والجنوبية الغربية. الظواهر الجوية المترافقة مع هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ستكون زخات من الأمطار، أيضا رياح نشطة وقوية مع حدوث موجات غبارية، وأيضا هطول زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية من منطقة تبوك. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، حيث تبين انتشار لكميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، هي ناتجة عن اندفاع لهذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية، تظهر جليا هنا بهذا الدوران والالتفاف حول مركز هذه الكتلة الهوائية الباردة لهذه الغيوم، حيث يتوقع أن تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة والغيوم المرافقة لها تدريجيا نحو الشمال غرب المملكة العربية السعودية، ثم سريعا تتحرك نحو عموم المنطقة الشمالية، ثم تبتعد خلال يوم الأحد نحو العراق. أثناء مرور هذه الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العالية استعمل حدوث أحوال جوية غير مستقرة، انتشار كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، هطول زخات من الأمطار، والأهم هو نشاط كبير في سرعة الرياح التي ستكون جنوبية غربية خلال ساعات نهار يوم السبت، تعمل حدوث موجات غبارية خاصة عن منطقة حائل، تتحول يوم الأحد لتصبح شمالية غربية مع اندفاع لكتلة هوائية باردة وجبهة هوائية باردة، تعمل أيضا عن نشوء موجة غبارية جديدة في المنطقة الشمالية تتحرك سريعا نحو المنطقة الشرقية والوسطى. تفاصيل أكثر حول هذه الموجات الغبارية نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الرياح وهبات الرياح المتوقعة خلال يومي السبت والأحد. يوم السبت مركز المنخفض الجوي يتمركز هنا فوق شمال شرق مصر، يعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية والجنوبية في عموم مناطق المملكة، تكون هذه الرياح شديدة في منطقة حائل والمنطقة الغربية من منطقة القصيم، وأيضا شرق منطقة المدينة المنورة وغرب منطقة الرياض، تمل حدوث موجات غبارية خلال ساعات نهار اليوم السبت. لكن اعتبارا من يوم الأحد بإذن الله مع تحرك المنخفض الجوي باتجاه العراق، تتحول الرياح هذه المرة شمالية غربية باردة، تعمل حدوث موجة غبارية جديدة خلال ساعات نهار يوم الأحد على المنطقة الشمالية، سرعان ما تتحرك هذه الموجة الغبارية جنوبا باتجاه المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، وبالتالي هناك توقعات بأن تكون الأجواء مغبرة خلال بداية الأسبوع في العديد من مناطق المملكة تشمل العاصمة الرياض. نذهب الآن للعاصمة الرياض وتوقعات الجوية لهذه الليلة. أتربة مثارة متوقعة 17 درجة مئوية كحرارة دنيا، المحسوسة 16، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية لجنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة، يوم الأحد 25 إلى 12، يوم الاثنين رياح نشطة وأتربة مثارة 23 إلى 11 درجة مئوية، ويوم الثلاثاء 24 إلى 13 درجة مئوية. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية اليوم الأحد نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك تفرق لبعض الغيوم 18 إلى 9 درجات مئوية، سكاكا ريح نشطة وأتربة مثارة مع 19 إلى 7، عرعر أجواء غير مستقرة وفرصة زخات من الأمطار 17 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 21 إلى 12، جدة 26 إلى 17، مكة المكرمة 26 إلى 17، والطائف 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية غير مستقرة، أبها زخات من الأمطار 19 إلى 11، جازان 30 إلى 25، والباحة 15 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 27 إلى 14، حفر الباطن 23 إلى 10 مع أجواء غير مستقرة، والإحساء 29 إلى 13 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 25 إلى 12، بريدة 21 إلى 9، وحائل 14 إلى 3 درجة مئوية فقط مع رياح نشطة وأتربة مثارة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.